يا مزاجو يا مزاجو. طب اطلبين انفخ معاكي. بقول لك ايه، انا دماغي منفوخه وقد كده ومش ناقصه حد في السهالي. وايه رايك لو اقعد معاكي وما اطلعش؟ يا خوفي لا اخرج من الفيلا من غير حكم. لا حكم ونص. انت بس اللي ما واخداش بالك. اما نشوف. مش عارفه انت وابنك عايزين ايه تاني. ولدي مين فيهم؟ هو في غيره اللي مدوخني وكابس على روحي ومخوفني. ماهر الشملول عايزها تيجي تترمي في حضنه وتقول له شني يا حواش. ربنا يسلم طريقه، دوت حلال مصفي. طبعا هو هيجيبه منين؟ باين عاوزاها تتلون بلون الطين. لا طين ولا زرع يا حاكم، انا اللي غلبانه ومحدش سائل فيا. عمال ادبر من هنا واخطط من هنا وانتوا ولا شايفيني. ابنك لازم يرجع من بره خاطب البت، انا خايفه صافي حد يلف عليها من الجامعه. ما تخافيش، ماهر هيتجوز صافي والسنه دي مش بعدين. يا روحي وايه السكه دي؟ اخوي الله يرجعه بالسلامه، عمره ما هيرجع على رجليه. أخوي أمله ضعيف والأعمار بيد الله، سيبينا احنا نحكم وأعمالنا هنا وكله بعد كده هيهون. تعرف لو انت صح يا حكم تدخلني عند غنيم. اسمعوا، أنا عاوزكم تاخدوا كلكم أجازة. أجازة؟ نمشوا؟ كيف نمشي والكبير راجد عيان؟ وانت بالذات تغور لحد ما يجي سيدك. انا متماسمر هنا لحد صاحب البيت الكبير ما يقلعني. هطخك يا ربيع لو فتحت حنكك تاني. يلا غور بلا قرف. غور كبير. رايحة فين يا ذكية؟ مالك يا كريمة؟ بتحرصينا ولا بتفتشينا؟ لا كده ولا كده يا اخوي، انا بس شميت ريحة ما عجبتنيش قلت اقوم اشوف روحي طبقة عليا ليه. خش يا كريمة مكانك وسيب اخوك في حاله. رجلك مودياك فين يا حكم؟ عاوز تخش اوضة ابو هيبة؟ وما خشش ليه؟ وتخش ليه؟ عاوزة ايه يا كريمة في ليلتك دي؟ صباح تسيب لي فدانين ابوي. فدانين؟ هخش انام واسيبك يا حكم تشوف دنيتك الجديدة. ما تخشي، مالك اتخشبت ليه؟ ايه هتنامي ولا ايه؟ جميلة الساعة دي، غالي يا حكم وانت غالي.
تاج ذهب يا غنيمة. جمال الملك في ذهبه. مخبي الملك ايه تاني يا هيبة؟ اللي يقعد على الكرسي يقبت فيه. خد راحتك يا حبيبي. يا رب سترك ولطفك يا رب. ما تخافيش يا مرات عمي، ما هسيبش عمي لما نرجع سوا. ما كفاهمش ولدي، ما كفاهمش جايين هنا عشان يقتلوه. ولا يهمك، هخلي 5 يحرسوه لغاية ما يكون بالسلامة. لو قادر أبعد عنك كنت عملت كده من زمان، لكن أنا صادق في مشاعري وعارف إنها هتوصلك أو حتى تحسي بيها. عارف إن إخواتي هما الحواجز اللي حيشينك عني. أنا لا خلف ولا عطية يا صافي، ولا حتى شبههم في أي حاجة. لو ما كنتيش بنت عمي كنت حبيتك. أنا بحبك كده زي ما أنت. تعرفي لو كنت بتتكلم صيني كنت برضو حبيتك. مهر، مهر لو سمحت انا عايزك تفهم حاجة. المشكلة مش فيك ولا في ان انت ابن عمي، المشكلة فيا انا. انا اللي مش حاسة بيك، انا مش شايفاك اكتر من انك اخويا. انت فاهم؟ فاهمني؟ فاهم، فاهم اللي بتقوليه، لاني شايفه. انت يا صافي لو شايفاني ما كنتيش رديتي بالبعد ده كله. صافي انا يعني لا اقدر ابعد عنك ولا اقدر ابقى خلف ولا عطيه، وما اقدرش غير اني احبك وعاوزك وخلاص. انا عارفه يا ولدي انت بتحب بنتي قد ايه، وما تتصورش انا فرحانه ومن قلبي والله. بس هنعمل ايه؟ بنت عمك كده مخها مخالف، متركب شمال زي ابوها. ما تفكرش يا ولدي اني ما عارفاكش، لا أنا عارفة إنك زين الشباب يا ولدي، وعارفة عمك بيحبك قد إيه وبيتك عليك أكتر من أخوه، وعارفة كويس إن لو عمك جراله حاجة محدش هيحوطنا ويحوش عنا الوحش غيرك. بعد الشر يا مرات عم، أنا ما محتاجش أسمع الكلام ده، ولو حضرتك عايزة تطمني اطمني. اطمن؟ هو في حد ممكن اطمن له غيرك يا ولدي؟ انا لو مش متحكم كنت برضه هبقى دراعي عم اليمين، لاني بحب الراجل ده. دين ابو هيبه كبير علي، وعمي هيقوم بالسلامه، لازم يقوم بالسلامه. بتعملي ايه وسايبانا البس لحالي؟ بقول لك ايه، انا مش فايقه لك، سيبنا اطفح نفسين الاول يمكن افهم. يا كش تشوفها كريمه هتسود عيشتك. تقدر؟
لا يا روحي، ده كان زمان. إنما أنا دلوقتي مرات كبير العيل اللي مالك كل حاجة في إيده. يا مالك أنت يا مالك. صباح تبقي في البلد. أنا في بيت أخوي مش بيتك يا حكم. أخوي ربنا معاه ويكتب له النجاة. هتورثه في بيته يا حكم؟ ده شغل الرجالة، مالك بيه ولا عاوزة تتحكمي في شغلنا؟ ياك سيد عودك على كده. احترم نفسك يا حكم، عيب كده. إيه؟ تاكلوا في بعض ليه؟ أختك تغور على بيتها، لو شفتها تاني هقتلها. كانك اتلطاش من الميتة، بجيلك صوت يا حكم، من الميتة بجيلك طول. مالك بيه يا بنت، مالك بيه، سد حنكك. تلاتة بالله ما تقعد دقيقة واحدة. فوق يا أبو كيفه، أنا في بيت أخويا هابي. أخويا يا خوي، أخويا للعيبة ما تطلعش منيه. والله ما أنا عارفة أنت قاعد هنا ليه. صنعتك إيه يا حكم غير الأفيون؟ شغلتك إيه؟ مش هيبة اللي كبرك؟ مش هيبة اللي عملك ولبسك وعملك بني آدم؟ مالك يا حكم؟ مالك؟ هي حصلت؟ هتقتل أختك؟ واقتل أمي لو حكمت. فينك يا هابه؟ فينك يا خوي؟ ربنا رجعك بالسلامة يا هابه، ربنا يرحمنا بيك يا هابه. تعال يا خوي أشوف أختك صباح، أخوك بيطردها. قوري ويا ريت المال ماله. قوري يا أبو ملكتلك قدامي. روق يا حكم روق، أصل هوا المكتب ده مخصوص، والمتعكر يروق من النسايم. حلاوتك يا حكم. رايحة فين يا صباح؟ راجعة لبيتي. بيتك؟ هتسيبي البيت لزكية؟ ماليش في قلة الأدب، أنت عارفة أختك. أنت عارفة زكية اللي زي دي لو ركبت ما تنزلش أبدا. تطلع ولا تنزل مالي ومالها، دي بتحشش. انت ناسية اصلا؟ ما انت عارفة هي عاوزة ايه. عاوزة تثبت ان ولاد الاصول راح زمانهم. معلش يا اختي ما تمشيش، اهل واحدة تشد والتانية يا اختي ترخي. ما قدراش سيد لحالك. ما عارفاش حاجة اقعد لحالي كيف. خايفة ولا ايه يا كريمة؟ وانت عارفة ان انا خاف من زكية؟ امال خايفة من ايه؟ خايفة، خايفة لاخوك يموت بعد الشر. اخوكي حي والحي مقامه محفوظ. المقام عند اصحاب المقام محفوظ، لكن اللي زي حكم بيكره المقام، بيكره اللي بيفكروا بالاصول. ربنا موجود قادر يحفظ ولاد الاصول. ابوي امي وناسي كلهم في ده اللحظة دي. عمري ما خشيتك يا مكتب،